محمد، بطولة كانت مهمة بالتأكيد، وتأكيد على فكرة هيمنة النادي الأهلي على البطولات في الفترة الأخيرة، بطولات كرة السلة. طبعا البطولة دي بالنسبة لكم كانت بتمثل إيه؟ خاصة بعد كأس عالم الأندية ما وفقتوش فيه، المركز الرابع كان قدامكم إنجاز تاريخي في كبرونزية يعني، وبطولة عربية برضو ما وفقتوش فيها، البطولة دي كانت بتمثل إيه؟ والله طبعا البطولة دي كانت أهم حاجة فيها إن هي تعتبر كانت الفيصل ليك في إنك تزود عدد البطولات، إنك تتفوق على بقية الأندية، في إن أنت الحمد لله دلوقتي وصلنا 9 دوري مرتبط، وهي الرابعة التوالي، فأنت بتحافظ على مستواك اللي أنت ماشي عليه بقالك كذا سنة. برضو يمكن زي ما حضرتك قلت كان في بطولتين قبلها، كاس العالم للأندية والبطوله العربيه، كانش في توفيق وكده، وطبعا رسمي يعتبر يعني بعد كاس السوبر دي اول بطوله تعتبر في الدوري المحلي. صحيح. فانت بتعتبر بدا الموسم بتاعك في اول بطوله، الحمد لله لسه عندنا كاس مصر وعندنا دوري السوبر وعندنا بطوله افريقيا لسه اللي جاي يعني ان شاء الله. صحيح. فكانت بدايه موفقه لينا يعني. هاي. الحمد لله.